بأنه أشجع الفرسان، فلم يعنيه اللعب خارج حدوده والمنافسة على الألقاب على أرض منافسيه الزمالك صائد الألقاب الخارجية. الفارس الأبيض اعتاد حصد الألقاب والبطولات خارج حدود مصر، وكثيراً ما أسعد أنصاره بانتزاع الكؤوس الثمينة في مهمات صعبة بعيدة كل البعد عن حدود الوطن. وأضاف نجوم فريق الكرة بنادي الزمالك لقبين ثمينين لخزائن بطولات القلعة البيضاء في زمن قياسي خلال عام 2020 بعناق السوبر الإفريقي في الدوحة على حساب الترجي التونسي، ثم الظفر بلقب السوبر المصري بالإمارات في قمة الكرة المصرية أمام الأهلي. ويعتبر الزمالك هو أول فريق في تاريخ كأس السوبر الإفريقي يحقق اللقب خارج حدود وطنه، وذلك بتفوقه على الأهلي في عام 1994 بهدف شهير لأيمن منصور. كما تذوق الفارس الأبيض التتويج الأول ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم إفريقيا للأندية أبطال الدوري في عام 1984 من قلب نيجيريا بعد تكرار انتصاره على شوتينج ستارز النيجيري ومعانقة الكأس وسط أنصار منافسه، وعاود السيناريو من جديد في عام 1986 وصعد على منصات التتويج في كوتيفوار محققاً لقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري على حساب أفريكا سبورت. بدر حامد وطلع يمسكها وشاط في الجول. جول الأولاني لنادي الزمالك اللي جابه جمال عبد الحميد في الدقيقة 45 من الشوط الأول. واختتم الزمالك مغامراته في أدغال القارة السمراء بالقرن الماضي بتتويج خارجي جديد على حساب فريق كانون ياوندي الكاميروني، وانتزع لقب كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في عام 2000 وسط أنصار منافسه في الكاميرون. وعلى المستوى المحلي تمكن الزمالك من التتويج بالسوبر في مرتين خارج البلاد، وذلك في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي خلال عامي 2017 و2020، كذلك في فتوحاته العربية والصعود على منصة التتويج لبطولة السوبر المصري والسعودي والانتصار الثمين على حساب فريق الهلال بالرياض في 6 أكتوبر من عام 2018. الزمالك صائد الألقاب والتتويجات خارج الحدود، والذي اعتاد دوما على رسم البسمة على شفاه كل عاشق للكيان الأبيض.